السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفي فيديو ليا او تشوفي القناه، يا ريت تعملي اشتراك ولايك وشير وتفعيل الجرس عشان يجيلك كل فيديو بعمله. النهارده ان شاء الله هعمل فيديو كده مختلف عن بسكوت بالشوفان للاطفال، ينفع للاطفال اللي عندهم حساسيه قلبان. انا عاملاه عشان بنتي عندها حساسيه قلبان، ده ممكن تاكله في بدايه الشهر التاسع كده، لان في وقت مرحله التسنين بيبقوا عايزين يعضعضوا في اي حاجة او ياكلوا في اي حاجة طبعا عشان الليسة بتاعتهم. فالبسكوت ده انا شفته بطريقة سيري فؤاد، طبعا انا شفته فعجبني فحبيت ان انا اجربه وحبيت افيد الناس لو حد ما مشافهوش. يعني هو سهل جدا، مفيش اي حاجة، هو مكوناته موزة وكوباية شوفان مطحون ناعم وثلاث معالق زيت، وممكن تحطي رشة قرفة، بس انا مش هحط رشة قرفة، انا هستخدم بس الموز والشوفان والثلاث معالق زيت بس كده. طيب بقى نشوف مع بعض هنعمل الطريقه ازاي. هنعمل ايه؟ هنقطع كده الموز الاول، هنفرمها الاول في محضره الطعام كده لوحدها. كده اهي الموز نعمت معانا، هننزل بقى بالشوفان واحده واحده. حلو ومغذي تعمله له، فاتمنى ان انتوا تجربوه تقولي رايكم ايه. وهحط 3 معالق زيت كده، 1 2 3. طبعا هنديله بقى ضربه. نشوف كده ويلم معانا. اعملي بيه يعني بالمعلقه كده عشان ما ايه ما يلزقش منك. يعني كده العجينة كده هنفردها بقى مع بعض ونشكلها بأي قطعة عندك، تمام كده، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهوريكم دلوقتي شكلها لما افردها واقطعها. اللي هو العادي بتاع الاكل اللي بنحفظ فيه الاكل ده، قصيته كده وفتحته زي ما انتم شايفين وحطيت العجينة، وهجيب بقى النشابة، تمام كده، وهفرد بقى كده. دي كيس افضل يعني. يا بنات هجيب بقى قطعه اي شكل انتي طبعا تحبيه اهو، عشان بس ايه يعني شكل يكون يعرف يمسك البيبي، يعرف يمسكه يعني، متكونش حاجه رفيعه قوي، متكونش حاجه كبيره قوي، يعني حاجه متوسطه كده اهو. كده بس كده زي ما انتوا شايفين شكله اهو، مش تخين قوي ولا رفيع قوي. هرص بقى في الصاج وادخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، ويعني حاولوا ان انتم ما تخلوش نشف قوي برضو عشان ما يوجعوا لهمش لستهم، يعني يكون حلو كده مش محروق قوي يعني. بس كده اما يخلص بقى ان شاء الله هوريه لكم. هو معايا نطلعوه كده يكون طري، ما يكونش ناشف قوي عشان سنانهم برضو اللثه بتاعتهم بتبقى لسه يعني حساسه. عايزه اقول لكم ان البسكوت ده انا دقته لقيت طعمه حلو جدا وينفع لينا احنا ككبار، والله ناكله منه مفيش اي سعرات خالص، غير ممكن تشيلي بدل ما 3 معالق زيت نحط معلقتين مثلا او معلقه او التلاته، مش هيفرقوا يعني على كميه البسكوت. فدي الكميه اللي طلعت معايا من المعايير اللي انا عملت بيها دي.
فاتمنى انتوا تجربوه، وحاجه صحيه لاولادكم برضو، وشوفان وموز حاجه صحيه جدا لو ياكلوه من الصبح، حتى لو كبار عادي برضو. وطبعا الاطفال 9 شهور انا عاملاه لبنتي. بس كده اتمنى انتوا تجربوه، تقولوا رايكم ايه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.